يا مساء النور، يا مساء الفل، يا مساء الجمال على الناس الكل. اش كيفاش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودفء يا ربي، خاطر احنا بدينا نهار وعنا يوميات الثلوج هكا. اليوم باش يبدا نهار ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس كلها، ان شاء الله بدايه الشهر زاد موفقه للناس كلها. اليوم يوم البدايات، ان شاء الله زاد قلوبنا بيضاء كيما الثلج هذاك، قد ما فيش فيه جانب متاع برد هكا ويخوف، قد ما فيه جانب باهي اللي هو البياض باهي برشا، وبياض القلوب باهي برشا. واليوم الأم هذية باش تشارك معكم روتين البدايات، بداية أسبوع، بداية النهار، وبداية الشهر. ونحكيه في البدايات متاع كل إنسان، لابد كل مرة نعملوا ستوب ونرجع ونعملوا بداية جديدة في حياتنا. ومع البدايات هذوما، بداية شهر، بداية سنة، بداية اليوم، نعملوا حاجات جديدة، نعملوا أهداف جديدة، نعملوا أطر حياتية جديدة، نعملوا سنة جديدة. كانت سنة اللي كنا نتبعوا فيها ما وصلتناش. من الحاجات اللي نبدأ بيهم أنا هي يوم الاثنين اللي ما نعملش تنظيف كبير للدار، جيست لما خفيفة، لما على العينين من فوق لفوق، خاطر مع بداية كل شهر كما تعرفوا الناس متابعيني قبل، أول جمعة في الشهر نعمل التنظيف كما نقولوا الشبه العميق، معناها متاع البيوت، ناخذ بيت 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 وننظفهم باش نقعد شهر كاملة مرتاحة. جيت لبيت الأولاد، ولهنا نوري فيكم في الكتاب اللي يقرأ فيه ولدي في الإنجليزية، ذاك البيت اسمه. دونك عمل ولدي الكبير، عملهم الكل، عمل 4 سنين، خذ الشهيد الكل وصلحت شيونه، والولدي صغير في البيدوي توا. دونك هذه تعملوها أبار القراية بالفلوس، راهي وحاجة باهية برشا. الإنجليزية تعرفوا انتوما اللغة الإنجليزية مسيطرة في العالم توا. نمشي للبيت الصغار كما قلت لكم بال على فكرة هذه كل ديما تفوتني، هذه نعمل به انا ماشي اسبيراتور، راهو باش ما نغلطكمش، هذه اسمها سكوبا الكتريكا، معناها مصالحه كهربائيه. الاسبيراتور عندها مميزات والمصالحه عندها مميزات، اللي هي بالوات اللي تلقاوها اقل من 1200 واط، هذيك راهي تسمى مصالحه، معناها سكوبا ما تسميش اسبيراتور. نعملو كتلعيبة بالمصالحة متاعنا اللي هي تشبد لنا الغبرة الحقيقة، من غير ما نقعدو نطبسو ونلمو في الغبرة، نعملو تلعيبة الكل على عينين الناس، وبعد شوية غبرة هكا على تعرفوا في الويكاند ياكلوا على بارتو، لموهم هذوكم الكل. وبعد كش نمشي ونهتموا بالحاجات متاع البدايات، نكمل نعمل لها الغبرة متاع البيوت. وكما قلت لكم ديما هكا نحاولوا باش نعملوا كالروتين الشهري، ينقص علينا الحقيقة برشا قضية في معناها سير الأيامات اللي تبدأ على الأقل هكاك. الحاجات اللي كبيرة وتتجبد من شهر لشهر تبدأ ديجا عملتها. هنا قاعدة نوري فيكم في الكتب، قاعدة نوري فيكم اللي ولادي عندهم 3 أماكن معناها يحطوا فيهم الكتب، خاطر ديما الكتب متاع السنة اللي قبل ما ترميهمش، البنات رمي يرجعوا لهم. هذاك شنو حبيت نقول لكم. دونك وكنحاول نحطهم في بلاصة واحدة أخرى وقت اللي يستحقوهم يجبدوهم، مش معناها تبدا معناها متعرفش وين حطيتهم ولا حاجة وبعد تقعد تفركس عليهم. هذيك هو هذي هو حال الشتاء، وكما قلت لكم الثلج، احنا في الليل صبت الثلج، من الصباح كان الكراهب وحتى الشوارع ماشي بيضه برشا، اما الدنيا بارده، حتى ترى هكا الشمس ولا كيفاش زرقه ولا ضو تحسها بارده على الاخر. الله المستعان. كي نقولوا بدايات نقولوا نخفوا على رواحنا، خاطر العشاء معناها في ساعتين قلت لكم انا بعد ما يفطروا الاولاد وكي يبدا هما يرتاحوا باش نعمل فيهم حاجه اللي باش نشاركها معاكم. اليوم باش نبداو هكايا حاجه، ومن الحاجات اللي يمكن الانسان يبداهم هو انه يخمم في صحته، يخمم كيكسوا، نعرفش يحب يعمل ريجيم، يحب حاجه كان ياكل فيها مش مساعدته وينحيها، كان يقف برشا في الكوجينه يبدل العاده، كان يقف شويه يبدل العاده. المهم انه به برشا كان حاسبوا رواحنا من شهر لشهر، شهر 30 يوم ينجم واحد يخطئ، ينجم واحد يرتكب حاجات اللي ما تساعدوش كما نقولوا بالدارجه تو سامبلومون.
دونك لو فات انك تحاول تتجنب هذيك وتعمل سيستم انك تتجنب اكل كيما نقولوا خطا هو خطا باش انت تعيش مرتاح. خاطر احنا هذا الكل علاش نعملوه، انك انسان يعيش هكا مرتاح علاش مانيش ناس طالبين برشا من الحياه بقدر ما ان نعيشوا في طمانينه، نعيشوا في هكا انسان باللي كاتب ربي ما يضغطش روحه، ما يحطش روحه في ستريس، خاطر ذاك كله ينعكس اولا على صحته، ثانيا على الجو العائلي ككل. وكي نقولوا نهار الاثنين باش نقولوا مع شادي الاغلبيه نعمل حاجه سريعه، ما حاجه بنينه على الاخر، بويسك الروز اللي طيبته المره فاتت عجبكم على الاخر على الاخر، باش نعطيكم رسيد زيادة متاع روز بنينة 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 ما نحكي لكمش. انا حطيت زيت وحطيت اللحم مفروم في بلاصة اللحم مفروم، نجموا تحطوا اي حاجة عندكم انتم، اي حاجة عندكم، حكة حتى حكة طن، دجاج، سكالوب، اللي عندكم. وباش ناخذوا الشامبينيون، الشامبينيون هذايا من الحاجات اللي كي نقول لكم تساوي اللحم، تساوي اللحم في البنة في المنفعة وفي القيمة الغذائية، معناها اللي معناها كمنا احنا بعيد ولا مرات هكا يبدا ثلج ولا واحد من نجمش يمشي باش يشري اللحم الحلال، فما حاجات تعوض راهي اللحم وتو معناها في لي روتين الاخرين نقولهم لكم. مثلا شامبينيون حاجة بنينة 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 على الاخر، وخاصة خاصة تجي مع الروز. فما ريسيت هكا تو كي نكمل الوصفة الكاملة العايشين هوني توا هكا يشبه عليها، فما ريسيت طليانية ما انا حرفتها كهو، هذا هو التحريف. المهم ان شامبينيون ما تغسلش سينو تميه، تمسحها بمنديله وتنحي لها الراس نتاع هذيك كله تراب، وتمسحها بالمنديله وتقصها. كما قلت لكم عادة نرجع لحكاية البدايات وحكاية بداية الشهر، تو احنا مع بداية سنة، يكون كل واحد فينا، انا واحدة من الناس تعدالي عام فيه برشا صعوبات، عام يمكن أخطأت فيه، يمكن ما عرفتش كيفاش نتجاوز الصعوبات هذوكم. ماذا بينا الإنسان يتعلم هو ماك الدروس هذيك، ما أكثر منه يتعلم، ما يحاولش أنه يقع في نفس الخطأ. الأخطاء هذوم اللي باركزومبل تعملهم في عام كامل، خاطر عام كامل تعمل برشا حاجات وبرشا أخطاء، معناها نحاولوا باش أنت تاخذ بالخطأ هذاك، وتحاول مش معناها باش تقول لا اخطات علاش، والحل معناها ديما نحاولوا نبحثوا على الحل هذاك، والحل مش تخليه كلاميا معناها في مخك كهو، ما تحاول انك باش تطبقه. كنت انسانه مثلا ما تصليش تولي تصلي، كنت انسانه مثلا في ساعة تنرفز تحاول باش تهد اعصابك، خاطر العصبية تؤدي لحاجة، نعرفش كان ولدك ما يسمعش كلامك تحاول باش تلوج طرق تسمع كلامك، كنت انسانة مبذرة تحاول باش تقتصد، خاطر النهاية العالم تو في نهاية في كريز ايكونوميك معناها ما تنجمش، كنت انسانة ما تبذر معناها ما تهتمش بالجانب الصحي بالجانب النفسي متاعك، كنت انسانة تعطي قيمة برشا للناس تولي ما تعطيش برشا قيمة للناس، وهكذا معناها احنا في كما نقولوا في دنيا صعبة وفيها العلاقات كيك سوا بينك بين روحك وبين المجتمع ولا بين العائلة وكله، فما برشا حاجات انها تتطور انها تتبدل انها تتغير، وانت تحاول انك كل مرة تجاري التغير هذاك كيما تغير العالم اللي نشوف فيه احنا توا هذاك. ان شاء الله كان حينا ربي باش نحكيو على برشا حاجات كيما حكينا المرة الفاتت في المشاريع اللي نجمو نعملوهم، باش نحكيو ان شاء الله في دخول العام هذايا برشا حاجات كيما هكاكا تفيدنا احنا كنساء وكأمهات وكربات بيوت. المهم كيما شفتوا توا نرجع لهنا، اللي شامبينيون عملت معها بصلة وعملت معها ثوم وعملت معها كعبة طماطم حية وشويه معدنوس هذاك كله قليته معك اللحم، وشامبينيون يذوب وحده يذبل وحده مش يذوب، تغطيه دوبا يذبل. هذا هو الروز متاعنا. دونك البنات قلت لكم كل وحده فينا راهي مش تشبه للاخرى، وشادي كي تقول لكم معناها ما عاشش نفس التجربه متاع عام كامل كيفكم انتوما، واللي تعدى على راسك انت كما نقولوا ما تعديش على راس غيرك، ومتحس اللي تعدى عليك كان انت.
دونك انت حاول كي تعدى عليك هذاك باش يكون لك درس اولا باش تتجاوزه ثانيا، وباش ان شاء الله ان شاء الله في العام الجاي خاصة اهم حاجة انك تقف ماك الحاجة هذيك، ما تقعدش في البوان هذيك. اخطر حاجة على الانسان انه يقعد في المكان هذيك، كيكسوا فشل، كيكسوا ما عندوش طموح، كيكسوا ما عندوش غاية، كيكسوا هو في ذاته ما حبش يوصل. خاطر مرات تبدا عندك انت عندك كل شيء في شخصيتك، في 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 معناها في الحاجه اللي تحب تعملها تنجم توصل، وانت ما تحبش ولا ما عندكش الرغبه ولا ما عندكش الحافز. يلزم سناء احنا الناس الكل اللي يسمعوا فيا يكون عنده حاجه باش يعملها، حاجه باش يحب يوصل لها. مثلا انا سنة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي برش حاجات. بار اكزومبل انتم ما تعرفوني على اليوتيوب، على اليوتيوب عندي برش اخطاء انا نعمل فيهم، انا نحاول باش نتجاوزهم. انا سنة باش نحط هدف اني في اليوتيوب باش نوصل، باش نقولها تو سامبل، ما خاطر انا قبل نخدم، ربي يعلم اني نخدم بضمير، معناها عمري لا نخدم قلت لكم فيديو ونقلل من شأن أي إنسان يتفرج فيه. بالعكس أنا ديما نحط المتفرج هو أدق مني، أعرف مني بالتصوير، أعرف مني بكل شيء، بالطبخ تو معناها أنا نحاول كيما كالتلميذ اللي باش يقدم للبروف متاعه، والجمهور هو البروف. إذيك هاو إن شاء الله نكون معناها ديما ناجحة، حطوا لي نوت قداش. المهم البنات هذه هي جيست أعطيتكم هكا انترودكسيون بويسك آخر شهر، بويسك بداية على بداية العام. ان شاء الله يا ربي هذا الكل باش نحكيو في الشهر هذا، باش نحكيو على الحاجات هذوما، باش نركزو على فين تحب نوصل، باش نركزو على فين وقفت، على شو وقفت، باش نركزو على تجاوز الاخطاء، باش نركزو على تجاوز الازمات النفسية، تجاوز الازمات المالية، باش نركزو على فشل وليداتنا، باش نركزو على ولادنا ما يسمعوش الكلام، باش نركزو على الضياع متاع ولادنا، باش نركزو علاش في الغربة ما استفدتش منها، باش نركزو علاش نقارن في روحي بالناس، باش نركزو على علاش ما ناكلش ماكلة صحية، باش نركزو علاش انا زايدة في الوزن، باش برشا معناها دي تام. وان شاء الله انا قلتهم هكا ان شاء الله معناها نرجعو لهم، جيست عطيتكم مقدمة تو نرجعو من البدايات. وكي نقولو بدايات وبداية جمعة مع شادية، ديما 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 الحاجة اللي تركز عليها هو اني نقتصد في الفلوس، نقتصد في المصروف، شهرية ما تكفيش. دونك الكلام هذا الناس كلها تقولوه، راه مش يعني كان انا نقولو. الحاجة يكون اللي نتصور الامهات الكل تشاركني فيها، وحتى على الصحة زيادة نركز على الصحة، هو اكل حاجة نعملوها في الدار قداش هتبدأ بنينة، قداش هتبدأ مغذية، قداش هتبدأ فيها عطاء لأولادنا، وقداش فيها زيادة مصروف تحوشي شوية هكا، حتى لو كان مش مليمتر هو الحاجة هذية تتنجمي تعملي منها برشا مصروف انتي تخبيه. اليوم باش نعملو لكم البسكوي الرولي بالمعجون. خذيت كعبتين عظم، خذيت حليب دافي، خذيت زيت زيتون، انا مش القوي راهو زيت زيتون متاع لهنا معناها عادي طيب بيه، وشوية حميرة جاتو ولا اله الا الله محمد، ولميتها بالفارينة باش معناها ما تخليهاش ترتاح دوبا هكا تحسها اللي هي مش يابسة. نقسموها على اثنين، نحاولوا باش نعملوا لها مش رهيف معناها كيما كعبة البقلاوة مثلا تاع البلون دو ترافاي، ما مش خشينة زيت خد سينو ما تيب لناش. بعد المعجون لهنا باش بوسكينا عملت لهنا ورق الزبدة يا اخي تلصق لي. بعد شنو نوريكم انا شنو عملت، جبت فوشة بالزيت وعملتها دوب لاش على البلون دو ترافاي وحليتها. احسن فكرة باش تحلها بالقدا 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 بالقلقال نتاعك، وتجيب سكينة كل حرف كلها تنحيها باش تجيك هي مستوية على الاقل. كاين عندك وقت هكا وتحبي انت ما معناها تعملي حاجه مرتوبه، جيبي مسطرة وقيسي الطول والعرض وعمليها معناها مستطيل يجيك قد قد، اما ما تعملوش كبير برشا خاطر كي باش تروليه باش تولي برشا طبقات وكيكه باش تولي ما تطيبش. نحيتها بالسكينه هكا كيما تشوفوا، شفتوها كيفاش ماهيش لاصقه، خاطر قلت لكم الفكره هذيك نجموا تستعملوا ورق الزبده، ما انا ما نعرفش علاش ورق الزبده كي تعمل بالقلقال يمشي معاك،
يمكن خاطر رهيف، يمكن انا ما متصور ماهيش فكره. ريتوها كي دهنت شويه بالزيت مشيت معايا لهنا تو باش نحط المعجون، ولهنا المعجون زاده باش نعطيكم خطا معناها بسيط وقعد فيه هنا. انا بعت ريان هوني يجيب لي في المعجون، جيب لي الحكه هذايا برغم هذايا معناها حاطين فيها 70% غله. لهنا كي تشريو كل حكيك الصغار هذوكم، هذوكم يبديو لهنا فيها شويه ماء، معناها بمعنى المعجون قد ما تبدا كونسونتري قد ما تبدا خير، ما تخرج لكمش من الاحراف، اون بليس تعمل كميه كبيره خاطر هي البن كلها كي تعمل برشا كميه معجون. انا كيما شفتوا وريتكم شنو عملت لهنا، عملت فروتا دي بوسكو ولا شليجي ولا لا نعرف، ميلونج ميلونج بيناتهم. دونك انتم تنجموا تستعملوا اي حاجه تجيب بالصفرج الروعه بالمعجون تاع الصفرجه، وشوفوا لهنا كيفاش تنجم هكا تروليها. صاير وليتها، وبعد باش نجيبوا اصفر بيضه وحطوا عليه شويه حليب وندهنوهم بالقدا بالقدا. طول الفرن تاعنا قاعد يحمي على 170 درجه الفوق اللوطه. انا تنجموا تعملوا انتم المروحه اعملوا. ولهنا باش نحطوا شويه لوز جلجلين، ما عندكش خليها هكاكا كيما تحبوا كيما، اما هي على معناها باش يبدا تنجموا حتى راهو اللوز المهروش هذا تحطوه في الداخل مع المعجون. اما انا الصغار ما يحبوش هكاكا، يحبوا جوست هكايا على المظهر. دونك سخن الفور، حطينا الحلو الاولاني اللي باش نخبيه الجمعه كامله باش ما نقعدوش كل صباح لوجو شنو نعطيو لاولادنا، جيعوا لوجو شكون نعطيو لاولادنا، ما ضيعف الوقت ما ضيعف الفلوس. يمكن نجمي تراسيك تلبسي حوايجك وتمشي للحانوت وانت تلقي جارتك وتقعدي تحكي وتضيعي برشا وقت. الوقت هذاك اكثر حاجه باش نحكوا عليه حق هذاك نسيتو، الوقت هذاك هو المهم في الحياه الكل. وخاطر قلنا من الحاجات اللي لازمنا نهتموا بها برشا هي الصحه نتاعنا، باش نعمل لكم البسكوي الصحي نتاع شادي اللي ديما يطلبوا خيات. باش ناخذوا كعبتين عظم، باش ناخذوا كعبه ياغورت ناتوريل بيقول قول قارس قوم تاع القارس، وباش ناخذوا ثلاثة مغارف زيت زيتونه، زيت زيتونه مش يبدا راهو القويه، وهذيك هو مشنا بلا سكر لا حتى شاي. باش ناخذوا الشوفان، وتو تشوفوا في بلاصه السكر باش نوش نحطوا، باش نحطوا الشوفان، باش نحطوا خميرة جاتو، باش نحطوا تنجموا تاخذوا الشوكولاته اللي 70% فما فوق، بالرغم بين قوسين قال لك 70% هذيك كلها امراض ظهرت. والله لا نعرف واحد شنو باش يعمل، ما عادش ياكل وكاها. ولا باش نحطوا الكعبر نتاع الشوكولاته اللي المره فاتت قلت لكم ديكوفيرت لقيتها هذيك، باش نحطوهم في بلاصه السكر. انت تنجمي هذايا كلها تنحيه، وشوية لوز جلجلين عندك بوفريوه القلوب الخضراء هذيك كلهم ان شاء الله الشهر الجاي ان شاء الله هذوك نعاود نرجعوا ناكلوهم بهن برشا. الشهر الجاي نعمل لكم برشا حاجات بهم، هذوكم القلوب الخضراء نتاع القرعه هذوكم بهين بهين برشا. بذور الشيا شخشخه المره اللي فاتت كي طيبتها مشخشخه مشخشخه، ما توا الحقيقه ما عنديش عقاب شهر زمنا نعملوا بدايه جديده. المهم وبعد تحطهم كي شفتوا ما تجيش رميها برشا معناها كيما الكيك فيها برشا ليكيد، نحطوها على الطاوله نتاعكم اللي باش في الفور، ونحطوا شويه من فوق هكا زاده لوز نشخشخوها. تنجموا راكم تنحوا الشوكولاته نتوما كيما قلت لكم المره اللي فاتت، ثلاثة كعبات تمر تبنن تحلي وتبعد على السكر الابيض ولا السكر المكرر كل. وتنجم زيدا عشاق القهوة، أنا المرة فاتت عملتها بالقهوة، عشاق القهوة عملي لي قهوة أنت كيما نعرف أنا، وفي بلاصة لي غور تحطيك القهوة هذيك وتفكريني. ولا تنجم تعمل هذيا راهو لولادكم الشوفين في برشا بروتيين حقا، اللي ياكلوا البروتيين ويترينيو تنجمو تعملوا لولادكم وتضيفوا لهم برشا حاجات، برشا تمر برشا لوز أكل بنان مجفف الزبيب، هذوكم كلهم هذوكم الكل باهين باهين خاصة في مرحلة النمو. قلت لكم انا راهو فيها خميرة جاتو هذا بمعدل نقولوا 11 غرام، انا الوحدة الصغيرة هذيك اللي فيها توا الفور ماهو سخن، هو باش نحيو اللي طيبناه الاولاني ونحطو الثاني. وهذه هي ساي طابت، خاطر المعاصم ولا البسكوي اللي نسميوها احنا في تونس
بالمعجون يزم يبرد برشا سينو يتكسر لك. هذه هي ما تجيش منفجه برشا. هيك بقلاوه على حالها، تصدقوا بلي بقلاوه على حالها. انا المره فاتت ما عملتش فيها الشوكولاته، وبعد كتابه دهنتها بشويه عسل وحطيت من فوق فيها اللوز والبذور الشيا وشيء موجوده في لي شورتس نتاعي. دونك لهنا هذه هي تحلوها. شوفوا هذه قداش باش تشدكم، شوفوا قداش خسرت عليها، شوفوا قداش لو سولي انت تعبت معناها نقولوا ساعة من زمان وقفت في الكوجينة مع بداية الأسبوع. أما أسبوع كامل باش ترتاحي، أسبوع كامل باش تنجمي تشربي قهوة في عقلك، تكملي تفرجي في مسلسليك، تحفظي آية قرآنية جديدة، تتبعي برودكاست جديد، نعرفش تثقفي روحك في أي مجال تحبيه. هذه هي معناها البداية، هي خاصة البداية ديما سبحان الله. مرات في أي شوف في حياتكم الكل كي تبدأ بداية به تكون نهاية به، حتى في الأسبوع حتى في العام. صدقوني أنا عامني والبداية ما كانتش به تاع عام الله يا لطيف. ودونك التطير خايب ما نعرفش، ولات لي قاعدة في حياتي الحاول، وديما البداية تكون بدايات باهية باش على الأقل النهايات حتى ولو كانت مش في نفس البدايات تكون تعدي روحها. هذاك علاش انا ننصحكم ونصح روحي باش نبدي اسبوع هكا، ركزوا على الحاجات اللي تهمنا. اهم حاجه في دورك انت كأم، ماكله ولادك، صحه ولادك، قرايه ولادك، وبعد شي تنظيف الدار. دونك هذا هو اللي انا عملته لكم، هذا هو اللي انا حاولت نطبقه. بدايه شهر عنا موتيفاسيون، عنا ان شاء الله حاجات نحبوا نوصلوا لهم، عنا غايه نحب نوصلوا لهم. ان شاء الله ربي يفتح البيبان في وجوهنا، ان شاء الله ربي ينولنا كل حاجه نحبوها. ان شاء الله يا ربي كل من قال بسم الله وعلى الله توكلت ربي لا يضيع له تعبه. وهذه هي ان شاء الله بدايه كلكم. قولوا لي شنو، هل انتوما عندكم حاجات هكا ولو حتى حاجه بسيطه؟ راه والله العظيم مرات حاجه بسيطه توصل به ما توصل والله. معناه سيرمون كل واحد فينا يتفقد روحه تو يلقى حاجه يحب يوصل لها، ما يقولش فات الوقت ولا العمر ولا ما عادش ولا ما تجيش. سبحان الله مرات راكم تشوفوا انتم وتشوفوا على اليوتيوب مثلا فما حاجات اون ديري ناس عملت حاجات كانها معجزات مش من لا شيء. نحاولوا احنا زيد هكا باش نكونوا برشا موتيفاسيون، برشا ثقه بالله، برشا امل اللي الحاجه نحبوا عليها باش نعملوها. انا وحده من الناس بيس كان نقدم لكم في الحاجه اثناء انتم تراو فيها على اليوتيوب. انا عندي برشا حاجات، اما ان شاء الله من خلال اليوتيوب نحب نوصل لبرشا حاجات ونحب نعمل برشا حاجات من اليوتيوب، خاطر انتم تراو فيها على اليوتيوب معناها الحاجه اللي تخص هذايا. بارك الله فيكم، نشكركم برشا على الكلام الحلو. انا راني ما نجملش وما نعرفش نقول كلام حلو، اما نعرف كل ما يقول لي كلام حلو نخدم اكثر باش انتي تلقى مردودك الكلام اللي قلته لي، مردودك الاطراء هذاك ان شاء الله يكون اطراء حقيقي هو فيا. وان شاء الله يا ربي ديما نفيدكم. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكم الكل. غدوي كان الناس كلها تبدا بدايه، ان شاء الله تكون بدايه على خطى صحيحه كما نقولوا. وان شاء الله يا ربي الشهر هذايا نحكوا في برشا حاجات ونبداو برشا بدايات مع العام الجاي، يكونوا مع بعضنا وهكاكا نحاولوا نتخطوا المراحل الصعيبه ونبداو البدايات الجميله والبدايات ان شاء الله اللي كلها نجاح، كل فشل وراه نجاح، كل تعب وراه راحه، كل حزن وراه فرحه، كل ضيق وراها فرج. وهذيك هو ان مع العسر يسر، وهذيك هو شنو قال لنا ربي، واحنا ثقتنا في ربي كبيره. هذا الصندوق الاولاني نتاع الصغار والصندوق الصحي لينا نحنا. هذا اللي طيبته لكم الفيديو اللي قبل. بارك الله فيكم على كومنتاتكم، بارك الله فيكم على تشجيعكم. من هنا باش نوريكم ورق الزبده كيفاش تحطوه وتغطيوه به الحاجه باش تقعد لكم طريه. استعمالاته كبيره واستعمالاته معناها عديده، وذيك هو كمية طيبناها ما شاء الله، نجمو نستحفظو بها، نجمو
ان كيما قلت لكم الجمعه هذه نستغلوها احنا عنا باش ننظفوا الدار، روتين تنظيف شهري للدار، وهكاك تكون الام مرتاحه. ما قال لي كان نقول لكم بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، وان شاء الله بدايه جميله مع بعضنا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر فيه برشا فايده، فيه برشا تحفيز، وفيه برشا 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 ايجابيه. بسلامه، الى اللقاء.